بعد ما خلصنا شغل الضغط جه دور ان احنا نرسم البايبس. انا عشان ارسم البايب طبعا البايبس عندنا بيبقى كلوزد سايكل، فانا هبدأ من الروف وهبدأ من هنا البامبس. البامبس هي هتودي المية على التشيلرز، وبعد كده هنوزعها على الاير هاندلنج يونتس وعلى الفان كويل يونتس. اول حاجة انا هرسم 2 هيدر، واحد للسبلاي واحد للريتيرن. هاجي عند سيستم، من سيستم هاجي عند بايب، هتأكد ان انا في الريفرنس ليفل الصح اللي هو بتاع الروف، وهتأكد ان انا الاوفست بتاعي هيبقى مظبوط. انا هقول مثلا نقول 2000، ممكن نقللها شوية عشان الصيانة كده، نخليها مثلا 1000 خليها 1000. وهتأكد ان هي هيدرونيك سبلاي، وهرسم الهيدر هنا. اخليه بس الاول 200، طبعا هو مرسوم سنجل لاين، فهاجي عند الديتيل ليفل وهخليها فاين. همسك الماسوره، هاجي عند الديتيل ليفل هنا فاين كده. انا رسمت السبلاي، هعمل نفس الكلام او همسكها هنا كده واقوم واخد من هنا كده كوبي. دي هتبقى للريتيرن. همسك الماسوره هرفعها فوق سيدنا 1500، وهاجي هنا كده عند السيستم تايب هخليها هيدرونيك ريتيرن. بعد كده هرسم الاوت اهي للسبلاي. شايفين يا جماعة الحركة دي؟ دي معناها ان هي مشيت هنا. ده ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 467، يعني اقل من الالف، فهي نازلة من تحت وبعد كده راح تطلع لفوق، يعني ده كأنه ده كده كأنه حتة صاعد. نيجي هنا نفس الكلام للبامب ديت، وممكن نقوم مخرجينها مثلا من هنا كده، ونجيب دي كده جنب شوية. هعمل نفس الكلام للريتيرن، هخرج من هنا كده اهو الان، هاجي امسك دي كده طلعها بره شوية واقوم موصل. نفس الكلام للبامب التانية، هحاول ابعد عنها شوية، يعني دي نجيبها كده هنا شوية كده، رايت كليك درو بايب عشان نكمل الرسمة. جميل. بعد كده انا همشي بالصاعد او بالهيدر بتاع السبلاي بالمنظر ده لحد هنا، وهخلي برضو ده الاوت السبلاي وده الاوت. بعد كده هاجي هنا للاير هاندلنج يونت، المرة دي بقى اللي هيخش لها السبلاي من هناك. اجي هنا كده في الان بتاعتها، همشي هنا كده واوصلها بالهيدر الاساسي، وهمسح الكوع ده لان ده بقية الهيدر بتاعنا اللي موصل للسيستمز كلها لحد الاخر كده. بعد كده هرجع اوصل دي تاني، هنزل من هنا بماسورة صغيرة شوية، ارفع 25 هنزل لتحت خالص للدور السادس اللي احنا شغالين فيه. بعد كده هقوم نازل بالسكشن كده لحد ما اشوف الدور السادس فين. اهو ده الدور السادس بتاعي. هقوم نازل من هنا درو بايب لحد اوصل للدور السادس. طبعا لو انا عارف المسافة كام اقدر انزل مرة واحدة، هوريكوا ازاي في الريترن. يعني دي المسافة هنا كام؟ حوالي 1500، تمام، 15000 انا اسف. هاجي كده عند الدور السادس تاني،
هلاقي الماسورة هنا اهيت، هحاول ادخلها جوه في الرايزر بتاعنا، نعلم عليها، هعمل لها موف. بعد كده هاجي من هنا، عندي هنا كذا مخرج ومدخل على حسب طبعا النوع، فاقول له هنا كده الان اللي داخل لها، وهمشي مثلا هنا كده، هخرج من هنا كده اهو، هنا هوم داس اي ال، دوس تاب هنا لهنا كده يا جماعة، او ممكن امسكها من الارض تاني هنا كده موف، لو هي مش عايزة تيجي تاب بالمنظر ده كده، واقوم موصل بالمنظر ده كده. انا ايه وصلت السيستم. كمان هعيد نفس الخطوات في الريترن تاني سريعا كده. انا هبقى هنا في الروف اهو، انا ماشي هنا بالمنظر ده في الريترن، فهاجي هنا كده، ده الريترن بتاعي، هقوم مثلا طالع فوق شوية، هطلع 1500، وهقوم واقف، وهعمل نفس الكلام هنا، هاجي من هنا، ممكن اطلع هنا بقى بالمرضي اكتر 1500، وهقوم ماشي بالمنظر ده هنا برضو، وهقوم جاي كده، هعمل align من هنا لهنا، وهقوم موصل بالمنظر ده، وبرضو هاجي من الحتة ديت كده، او برضو ممكن من هنا كده، همسك الاير هاند المرة دي، الاوت اللي هو هيكون الراجع، نفس الطريقة انا هبقى هنا كده، وهاجي كده، ولحد ما اوصل للهيدر بتاع الريترن، واكمل لحد تحت للدور السادس، او طبعا لكل الادوار لو هو المشروع بعمله كله، وده هيكون التاسك بتاعكم لحد هنا كده، وارجع اوصل دي، تعمل تي اوتوماتيك، حد تعمل سناب هنا كده، فعشان تعمل تي اوتوماتيك هاجي هنا كده نفس الطريقة، بس اتأكد طبعا ان ده هنا ده ريتيرن، برضو سيستم بايب، هختار ريتيرن، هختار 25، وهمشي كده بالمنظر ده، والمرة دي بدل ما هم دايس نيجاتيف 1500، قصدي انا اسف 15000، هم دايس ابلاي ابلاي، حاليا فعلا نزلت تحت اوتوماتيك. هاجي عند الدور السادس هلاقيها هي فعلا، ممكن اقوم راسم من هنا، او زي ما عملنا برضو هعلم على الفان كويل يونت، وهاخد الاوت وهخليها تمشي لحد هنا كده، واقوم جايب دي اعمل لها موف لحد هنا، ونوصلهم ببعض كده. انا عملت سايكل كاملة للبايبس.